تنهضروا على تدبير الوقت، تنهضروا على الاولويات، وتنهضروا على التنظيم، يعني بريوريزي اي اورغانيزي. فطريقه دارك غتوضح لينا اشنا هما الاولويات اللي حنا بغينا ننظمو في اليوم ديالنا، حيت بعض المرات كنسبقوا اولويات اللي ما كتخش يعني الاعمال والاهداف ديالنا اللي سطرناها في اليوم ديالنا. لهذا انا نهجت هاد الاستراتيجيه ودرت هاد الطريقه اللي سميتها دارك، وسورتو في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون حنا في الدار ومحتاجين اننا تكون عندنا اليات لتنظيم الوقت. فالطريقه بسيطه جدا، والتقريب الناس اللي تشاهدونا من دارك هي دي ا ار او ك، دي سي دومين، او سي دي سي دومين، ا سي اكسيون، R c'est responsabilité، E k c'est rédiger le gribawi. Donc يعني كتعتمد على كيفاش نحافظوا على توازن مجالات الحياة ديالنا بفضل تدبير الوقت. دونك لا سميتو الاستراتيجية ولا لا ميثود دارك كترتكز على جوج الأدوات ديال الكوتشين اللي هما عجلة الحياة و لا باتريس ديزنهاور اللي كيعرفوها، كاين الناس اللي تعرفوها بني نو، ني اورجون ني امبورطون. دونك ني اورجون ني امبورطون سا فو دير كو حنايا محتاجين نعرفوا هاد الاولويات وهاد يعني الحاجات المستعجله والحاجات اللي ماشي مستعجله في اليوم ديالنا واللي كيخصونا حنا بالضبط. هاد العجله الحياه غادي تكون في خدمه النينو، والنينو في خدمة عجلة الحياة، لأن الناس ما تعرفوش يعمروا عجلة الحياة، ما تعرفوش ينقطوها. دونك هاد لا ماتريس ديزنهاور غتساعدهم باش أنهم يكتشفوا أشنا هما الحوايج اللي كيخصوهم وكيسطرهم في اليوم ديالهم، واش غاديين في نفس المنهجية ونفس يعني الأهداف اللي سطروها في النهار، ولا ما يعني مشاو الأهداف اللي كيعنيو ناس وحدين أخرين. هي عبارة عن جداول اللي تنعطيهم للزبناء ديالي للمرافقة، اللي كنقولوا اون بريز دو كونسيونس، باش نعرفوا اشنا هو المجال اللي هو طاغي على الاخر. شي بعض المرات مجال المهني كيطغى لينا على المجال ديال المجال العائلي ولا المجال الشخصي، ولا المجال الجمعوي كياكل لينا كلشي. يعني هاد الطريقه غادي تخلينا نكتشفوا اشنا هو المجال اللي ضعيف، وشنا هو اللي ما عطينوش الوقت بزاف، وشنا هو المجال اللي واخد لينا ومصلينا الوقت اكثر من اللازم، وكيفاش نعاودوا يعني نوظفوا الوقت ديالنا باش يكون عندنا واحد توازن ديال المجالات الحياة. لأن ملي ما تيكونش هذاك التوازن كيبان علينا حالة ضغط، وكتبان علينا كيف ما كنقولوا كيجينا ستريس، وهذاك لو ستريس اون فوا يكون عندك ستريس، هذه من بعض الحويجات اللي نراقبوها. ملي يكون عندي ان ستريس نعرف بأن مجال من المجالات ما استجبناش ليه الطلبات ديالو. دونك هي طريقة جد سهلة مرنة للمرافقة، وهي باش تستوعبها خاص الإنسان يعيشها ويتمرن عليها، لأن هي عبارة عن أسئلة، عبارة عن جداول، والأسئلة هادفة، لأن كنقولوا لو كوتشين سي لار دو بوزي لا بون كيستيون. دونك هما أسئلة اللي غادي يخليو الإنسان أنه يوعى بالتصرفات ديالو اليومية، واش هاد التصرفات كتستجب للأهداف ديالو المنوطة باليوم اللي سطرها في النهار، من أجل خلق واحد التوازن مجالات الحياة ديالو. كنتمنى أن أعطيت واحد الفكرة موجزة لهاد الطريقة من أجل خلق واحد الحياة متوازنة والمرغوب فيها. كل واحد فينا تيبغي يعيش مهني في دارو. دونك هذه طريقة بسيطة اللي أنا كنتمنى أن كل واحد فينا ينهجها ويخلق هذاك التوازن اللي بغى في حياته.
Thank you.